مأجور شرطي ماهر مع آمنة وتايجو يغامر لا يخشى من أي مخاطر. آمنة كيف قضيت يومك؟ 100 110 120. ماذا تفعلين؟ أنا أجمع الآن ما ادخرت، لم يبقى لي إلا القليل، وأبتاع الدراجة الزرقاء، رائع. سأنفق نقودي صدقة على هذا المحتاج. هذه لك. لماذا أعطيته نقودك؟ إذا أردت التبرع فاقصدي الجمعيات الخيرية، فقد يكون هذا الرجل متسولاً. ماذا تقصد بكلامك؟ ألم ترى كيف ثيابه مهترئة؟ لا تكن قاسي القلب يا منصور. حسناً سأريك. استبدل ملابسه المهترئة بأخرى جديدة، ولديه أيضاً عربة حديثة. أكنت ضحية احتيال؟ آمنة أصغي إلي جيداً، إذا أردنا التبرع بنقودنا فعلينا أن نتحقق حاجة الطرف الآخر إلى المساعدة. وما الحل؟ ادخرت النقود ولم أنفق قرشاً واحداً، وفي نهاية المطاف أسرة؟ كفي عن البكاء، لن يفيدك شيئاً، النقود سرقت وانتهينا. لا لن أصمت وسأخبر الشرطة. القانون لا يحمي المغفلين. إذن أعطني نقودك. أرجو أن يكون ما حدث عبرة لك يا آمنة.